يتيح اليوم العالمي لمرضى السكري فرصة من أجل التوعية بداء السكري، فهو من أسهل الأمراض المزمنة التي يمكن التعايش معها متى وجدت ثقافة حولها، إلا أن التعامي عنها قد ينتج مضاعفات تؤدي إلى فقدان النظر أو الضرر بالكليتين أو حتى بطر الأطراف. داء السكري حقيقة مرض واسع الانتشار وهو بازدياد دائم. الإحصائيات الحالية بتقول أنه على مستوى العالم في أكثر من 400 مليون إنسان مصاب بالداء السكري على مستوى العالم. الحقيقة له أنماط عديدة، داء السكري عدة أنماط، أشيعها النمطين الأول والثاني، النمط الأول والنمط الثاني، والأشيع هو النمط الثاني. النمط الثاني عادة اللي بيصيب البالغين وممكن يصيب الأطفال. النمط الأول هو عادة بيصير بأعمار مبكرة وممكن نشخصه بأعمار، اللي هو النمط اللي معتمد اعتماد أساسي على الأنسولين، على العلاج بالأنسولين. النمط الثاني ممكن أنه يتعالج بخفضات السكر الفموية وتغيير نمط الحياة والحمية، وممكن نحتاج للأنسولين فيه. الأشخاص المؤهبين للداء السكري هن الأشخاص اللي عندهم قصة عائلية للداء السكري، إصابة الأقارب، الأم، الأب، الأخوة، الأخوال، العمام، يعني في قصة عائلية إيجابية للداء السكري، وبالإضافة لمواصفات شخصية مثل زيادة الوزن البدني هي مؤهب مهم للإصابة بالداء السكري، ونمط الحياة، نمط الحياة الخامل، الإنسان قليل الحركة، بالإضافة للنمط الغذائي الغير صحي. يعد السكري من أكثر الأمراض انتشاراً في العقود الأخيرة، وخصص هذا اليوم للتوعية بكيفية التعامل مع المرض والوقاية منه وأهمية التشخيص المبكر، خاصة أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن نصف المصابين بالمرض ليس لديهم علم بوجوده في أبدانهم. الكشف المبكر مهم جداً، مهم لتجنب الاختلاطات ومضاعفات الداء السكري فيما بعد. كل ما كشفنا المرض مبكراً وبدأنا بالعلاج مبكراً، كل ما تجنبنا وأخرنا حدوث الاختلاطات بعيدة المدى للداء السكري. الاختلاطات مزعجة جداً الحقيقة وسيئة جداً إذا تم إهمال التشخيص والعلاج بالداء السكري. صار في عنا بالبلد وصل هلأ حديثاً الجهاز اللي هو مضخة الأنسولين. مضخة الأنسولين صارت متوفرة عنا، الحكي من خلال الشهر الماضي، وهذا جهاز متطور جداً، هو جهاز صغير تقريباً بحجم الساعة، ممكن ينلزق على الجلد ويسرب الأنسولين بشكل مستمر للمريض بدون إزعاج الإبر وعدة شكات باليوم. إن هذا الشيء اللي بيخافوا منه الحقيقة المرضى، والدراسات بتقول إنه يعني المريض اللي عنده مضخة أنسولين هو أقل عرضة لنوب نقص السكر وأقل عرضة للدخول بالحماض الخلوني السكري اللي هي الحالة الخطيرة اللي بتصيب مرضى السكري. بالإضافة إلى الميزة إنه خزان الأنسولين بيكون خارجي. نحن وقت بنحقن الأنسولين تحت الجلد، فنحن الحقيقة بيكون فقدنا السيطرة على كمية الأنسولين اللي حقناها، بدها تتحرر على مدى 12 ساعة أو 8 ساعات أو 4 ساعات. هذا الشيء إذا عرض المريض لنقص سكر نحن يعني بدنا نتدخل، حتى ما فينا نتدخل بجرعة الأنسولين اللي حقناها، بدنا نتدخل بالإسعاف وبالأكل وبالسيروم السكري لحتى نحل المشكلة. مضخة الأنسولين هي جهاز يحوي الأنسولين خارج الجسم وبيسربه بالمقادير اللي الطبيب بيبرمج المضخة على أساسها. مرض السكري وإن كان داء يسكن أجسامنا إلا أنه يمكن السيطرة عليه والتعايش معه إذ ما التزمنا بالعلاج الطبي وبنمط حياة صحية.